طيب اصعب ماتش مر عليك في مصر هنا في الشهرين ونص اللي فاتوا دول؟ في مصر كان الماتش الاول طلع الجيش نهائي. اصعب ماتش كان بالنسبة. ده اصعب ماتش علشان في حاجات، هو اول ماتش مع نادي الاهلي، كل الناس مستنيه بدر بانون الصفقه تبع النادي الاهلي، ويبقى نهائي راح تأدي ازاي وانت مش عارف برضو الكره المصريه عامله ازاي، ولا اللعيبه تبع طلع الجيش برضو اللعيبه زمالك انت مش عارف افشا بيحب الكره هنا ولا هنا، ايمن اشرف مش عارف طريقه لعبه كده، حاجات اللي بتفرق مع لاعب. بس الحمد لله ربنا وفقنا فيها، والحمد لله قد ضربه الجزاء سددتها بطريقه حلوه وادتني شيء كبير الحمد لله. وهي بتتعرض معانا كده برضو، ضربات الجزاء بيبقى ليها ستايل معين وشكل معين، ولازم يبقى عندك اعصاب من حديد. من الواضح ان الاعصاب موجوده يعني. ما كنتش مقلق او خايف وانت داخل في اي ماتش في هذه المباراه؟ مباراه الجيش، طلع الجيش. الجيش لا خالص خالص. خالص والله خالص. عشان انا الحمد لله انا في ضربه جزاء انا اركز كويس علشان اجيب جون بس لو ضيعت ده ربنا، مكتب ربنا. ممكن الحارس يكون ممتاز في الكره دي، ممكن يشيلها، ممكن تضرب كرة تطلع فوق المرمى، ممكن تضرب في القائم كده، حاجات ممكن تحصل. بس لي طريقة الحمد لله بشتغل بيها في تنفيذ ضربة الجزاء، الحمد لله ماشية معي.